انا على اخر الزمن اقول صباح الخير للي رايح واللي جاي. الناس كانوا فاكريني مجنون. اول خطوه لقلب الراجل مقابله صدفه. ولا مؤاخذه الباب ريح ريح. طب ريح انت بقى. يلا عد. يلا يا شبح. اللعبه دي هتنقل نمرتي في حته تانية خالص. هي المدلعه جايه في ايه؟ جايه مع حضرتك في البوكس. سيستم عالي عالي يا رب. جريمه كامله. خطف، اغتصاب، تحرش، الحاجات دي هنلعبها في دماغنا. جربي تحبيني يا هنيه لذيذ والله. جربي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عايز بنت تكون كويسه وبنت ناس وجميله. بقى عايزنا نمشي في الشمال يا راجل يا شمال. انا بصراحه طلعت بليات يعني. طلعت جدا. نو ريسك نو فن. لو صحت عايزه واحد لاتيه. تلاقيها واحد شايف كوبايه بلاستيك. معلش بس يا جميله تاخديني معاكي اول الشارع والنبي. طب قولي لي شايفه ايه؟ شايفه قلبك عاوز ايه؟ ولا عايزه تهمشي بصه واحده؟ طب علي. بصراحه انا كنت قلت الذوق قوي. بصراحه كنت قلت الذوق جدا. من النهارده احنا مش هندافع، احنا هنهاجم. طلعوا يا ريم وحول الجو السسبنس اللي احنا فيه ده. بس هتاخدي مني عمولات دي ولا مليم؟ ليه؟ المجرم ده سرق المحل وضرب ابن صاحب المحل. فين شاري؟ بلاش يا ابني عشان خاطري. ويكون لقوا الذهب. الشيك ده ازاي دخل على السيستم؟ انا مستقيم. يا بنتي كويسه؟ انا مش هقدم مواضيع تافهه تاني من اللي بتفرضوها عليا. انا رندا الجيار بنت الملياردير شكري الجيار صاحب مصانع الحديد والفلل والاسور اللي في كل حته في مصر. ده غير خواتم الالماز اللي عندي في البيت، الواحد منها يساوي اكتر بكتير من الذهب اللي انت سرقته. ها فين بقى الذهب؟ في ظهر التلاجه عندنا في البيت.